سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم 8 ديال الاستخدامات لواحد المنتج اللي انا متاكده غادي يكون متوفر في معظم المنازل ديالكم. وبلا ما نطول عليكم غادي يكون هو تادا زيت البلديه. الوغ انا الصراحه زيت البلديه كنستخدمها في بزاف ديال الحاجات. علاش؟ لانه طبيعي وهو انتي اوكسيدون، زائد فيه بزاف ديال الفيتامينات بحال ا دي كا واللي هما زوينين للبشره ديالنا، زائد بطبيعة الحال انه كيعطي واحد الهيدراتاسيون زوينه بزاف. واول استخدام للزيت البلديه اللي غادي نشارك معكم هذا النهار هو انه كيصلح كهير تريتمنت، كديروه سورتو لشعركم هنايا في الانس الاخر لي بوينت ديال الشعر، اولا الجذور هنايا والسكوب ديالكم، سورتو الا كنتو كتعانيو من القشره اولا يعني ان الفروه ديالكم ناشفه، فكيرجع ليدغاتاسيون ليها وبالتالي كيساعدكم على انكم تخلصوا من القشره. وهذا زائد بالنسبه للاطراف فهو كيعطيهم واحد المنظر اللي هو سوفت اللي هو زوين، وما كيبقاوش لكم داك لي بوينت هكاك مقصفين بزاف. دونك الطريقه اللي كنديرها انا بالنسبه للهير تريتمنت هي انا كنسخنو في الميكرو اوند بوندون واحد 30 سكوند، وابخي عاد كنديرو على شعري. وبما انني انا عندي الشعر دهني دونك ما كنخدموش الفوق، فكنديرو غير في الاطراف، لحقاش ملي كيسخن زيت البلديه فكتولي لي دغاتاسيون اكثر من انه الا زعما ابليكيتيوه عادي على الشعر. صافي ندوزو دابا للاستخدام الثاني، تيب نمبر 2، ومعروف تقريبا هادي عند كلشي ولكن جيت نفكركم به، وهو الليبس سورتو في هاد الوقيته ديال البرد، وهذا الليبس ديالنا ديما كيتشققوا، فلا بغيتو تستخدموه كديروه كسكراب مع السكر وكتدوزوه على لي ليفغ ديالكم حتى صافي كيتقشروا مزيان، ولكن ما تبركوش باش ما تجرحوش عاوتاني شنايفكم. دونك الا بقيتو كديروا هاد السكراب هذا ديما غتلاحظوا انه فاش غتبغيو ديروا ليبستيك اولا غتبغيو ديروا شي غوج ا ليفغ غتلقاو انه سمود، ما كيبقاش داكشي هكا مجروح اولا التشققات وداكشي، حتى الغوج ا ليفغ كيتابليكا مزيان وكيبقى لكم دايم على طول النهار ما كيتشققش. رقم 3 وهو ممكن تستخدموه لشفاركم وحجبانكم حتى هما. دونك ديما قبل ما ننعس كناخذ كوتون تيج وكنديرو شويه هكا في الزيت البلديه وكندوز على شفاري وحتى على حجباني، باش هكايا كيولي المنظر ديالهم حتى هما سوفت، لحقاش بيان سور لي دغاتاسيون، زائد انهم على الاستخدام كيبداو كيبانوا لكم انهم بداو كيعمروا، انه يعني الا عندكم شي فراغات ولا هذا كيتعمروا، دونك خاصكم غير تداوموا عليه، زائد انه كيولي المنظر ديالهم زوين حتى لا كنتو زعما ما ديروش ماسكارا ولا شي حاجه. انا بصراحه ما كنديرش ديما ماسكارا لحقاش كنشوف انه ما كتعجبنيش بزاف، كيعجبني داك اللوك اللي هو ناتشورال ديال سورتو الاي لاشيز والاي براوز، وصافي يعني كيبقاو يبانو الاي لاشيز ديالكم سوفت ناتشورال مفرقين ماشي مجموعين مع بعضياتهم او لا قصيرين. رقم 4 وهو انه نقدروا نستخدموا زيت البلديه ايضا تحت العينين الكونتور ديال لي زيو، الا كنتو ما كديروش شي سيروم قبل ما تنعسو، يعني ماشي ضروري انكم تشريو شي حاجه اللي غاليه باش تبقاو ديروا، تقدروا تجربوا داكشي اللي عندكم في الدار بحال زيت البلديه بيد ما انكم تاخذوا شي حاجه ولا شي سيروم لذاك المنطقه. دونك ضروري انه من دابا من الصغر الاج ديال 18 عام 20 عام الفوق بنادم خاصو يبدا يتهلا في هاد لابارتي هادي، لان سورتو مع لي زيكسبرسيون ديال الوجه ديال كل نهار مع الضحك كيقدروا يبقاو يبانو داك لي غيد هكا ولا داك فاين لاينز اللي هما صغيورين، دونك ضروري ما نهتمو بيهم. والزيت البلديه تقدروا تستخدموها ايضا ليهم، دونك تناخدها في كوتون تيج وكندوزها على هاد لي بارتي هادو فين كيكون داك الفاين لاينز ديال تحت العين، داك لي غيد اللي يقدروا ينوضوا من بعد. وندوزو الخامس حاجه اللي صراحه انا براسي زعما كنحتاجها بزاف خاصني غير نداوم عليها، وهي انه كتاخذوا كوتون تيج زيت البلديه عاوتاني وقطرات ديال الحامض، كنعرفوا ان الحامض فهو مبيض كيبيض يعني هذا، دونك غادي نستخدموها ليطاش اللي كيخليو لنا الاكني. ما غاديش ناخذوا زيت البلديه ونسرحوها على وجهنا كامل، لان عاوتاني الا كثرنا منها اولا كثرنا من الاستخدام ديالها في المناطق اللي ما خصهاش تكون فيهم فتقدر انه تسد لينا لي بور وداكشي، دونك تناخذوا غير في المنطقه اولا البلاصه فين عندنا داك الطاش وكنديروا فيها شويه ديال زيت البلديه زائد القطرات ديال الحامض. تقريبا هادشي كامل من الاحسن انه يدار قبل ما نعسو باش هكايا ماشي نخرجوا وضربنا الشمس وتحرقنا الوجه ديالنا، دونك ديما من الاحسن يكون قبل النعاس باش هكا الواحد تيفيق وتيغسل وجهه وصافي. بالنسبه ليطاش حتى هي زوينه بزاف بيان سور خاص غير المداومه. ندوزو دابا الحاجه الماجيه وهو انه مكون
طبيعي اللي تقدروا تحيدوا به الاي ميك اب، دونك غير هنايا لا بارتي ديال العين كما قلت لكم ما تقيسوش وجهكم بالكامل باش ما يسد لكمش لي بور، لان الزيت تحيد به الميك اب ديال العين الا درتوه بحال اي لاينر ماسكارا كما كتعرفوا كيكونوا اكثر يا واتر بروف وصعيب يتحيدوا، دونك زيت البلديه دغيا كتحيدهم، زائد انها جنتل يعني ما خشيناش على الوجه، ماشي بحال الشيء الاخر اللي كيكون فيه كيميكالز وما عرفت شنو داكشي، دونك تيكون خشين شويه على الوجه سورتو لحقاش كتكون زعما حنينه على هاد لابارتي هادي، كيهبط لو ريسك انه طيروا هادو شفاركم اولا شعيرات من الحجبان. ومن بعد رقم 7 فهو كنستخدمو باش نغسل به البراشز ديالي ديال الميك اب، فالا ما غسلتوش البراشز ديالكم ديال الميك اب غادي اولا ما غاديش يخدموا لكم مزيان لحقاش تيكونوا عامرين بالبرودوي، دونك ضروري خاصكم تغسلوهم اوموا واحد جوج مرات كل ثلاثة ديال السيمانات، واخا انا الصراحة كنطول على هكاك العجز، ولكن هادشي اللي خاصو نورمالمون يدار هو انهم ديما يتغسلو لحقاش ما كيوليوش كيخدمو مزيان كما قلت لكم، زائد انهم كيكونوا عامرين بالبكتيريا ديال داك لي برودوي، دونك ضروري نغسلوهم باش هكا ما نغيسكيوش عاوتاني انه ينوض النحب بجدد في الوجه. الطريقه هي انه كناخذ سوا جونسون اللي هو بيبي شامبو باش هكا كيكون يعني ما فيش بزاف ديال الكيميكالز وداك الشيء، زائد زيت البلديه وكنغسلهم، ومن الاحسن انكم يعني فاش تنشفوهم ما تحطوهمش فوق فوطه، ما تحطوهم سوا فوق بابي او لا تخليهم غير هكاك بوحدهم حتى ينشفوا، اما لحطيتهم فوق فوطه فيقدر عاوتاني البكتيريا تجي تلصق فيهم. ندوزو دابا لاخر حاجه غادي نبارطاجيها معكم، اخر استخدام هو رقم 8 وهو انه كنستخدمو كاشيفين كريم، وهو يعني انا فوق ما كنبغي ندير ايبيلاسيون رجلي سورتو في هاد لا بيريود هادي كما قلت لكم ديما البشره ديالنا كتكون جافه فكتبقى الرجل ايدغاتي ابري ليبيلاسيون، فمزيان بزاف يتخدم حتى هو كشيفين كريم وصافي. كنظن انه ساليت 8 ديال الاستخدامات ديال زيت البلديه اللي انا كيعجبني بزاف الصراحه، باقي شويه ديال الاستخدامات وما هادوك تنديرهم اكثر فاش نكون في الحمام يعني روتين ديال الحمام، ما عرفتش واش تبغيو تشوفوها حيت ما كنديرش بزاف ديال الحاجات ولكن شي شويه هنا والهير دونك صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، الا حتى نتوما كتستخدموا ولا عندكم هكا ناتشورال هاكس شي حاجه بحال هكا كتستخدموا فيها شي مكون طبيعي خليوها في لي كومونتير نستفد منها انا ونستفدوا منها حتى الناس الاخرين. بغيت غير نزيدكم انه ما تنساوش كو المداومه هي اهم حاجه، دونك باغ اكزومبل بالنسبه لهذه المنطقه بالنسبه لليطاش بالنسبه حتى للهير تريتمنت، دونك ضروري الا داومتوا عليه غادي تلاحظوا الفرق مع الوقت. صافي كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتو جداد مرحبا بكم، ومن هنا الفيديو الجاي شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، سلام.